خصائص المرحلة، لما تيجي أم تطلب 35 طلب بنص كلام البنت، 35 طلب في ده ما تطلبش خمسة، اعملي كذا اعملي كذا والوقت وبعد ما تروحي كذا كذا، لا انت بتقولي ايه؟ هم عايزين حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس. هي الجسم جسم بنت خلاص بلغت وتقسمت وبقت بنوتة، لكن عقل لسه الطفولة وعندها صراع في دماغها. انتوا لو شفتوا فاكرين فيلم انسايد اوت، كرتون بتاع الاطفال اللي كان بيجي زمان، فاكرين انسايد اوت؟ شفت ساعة لما شاف والغضب مش عارفة بتخانق مع مين، صراع رهيب جواها، عايزة اطلع قرار صح وما يبقاش في العيون ان في حد بيلوم عليا، لانها بتنتظر حد لام عليها ولا لا، وفي نفس الوقت انا لسه بخبرات الطفولة، فانتوا ليه متوقعين مني ان انا اعمل؟ لا هو انا جسم بنت وانسة، لكن لسه العقل طفل. النقطة دي لازم نفهمها. فرقم اتنين مهم جدا ان نعرف خصائص المرحلة. البنت في المرحلة دي الايدين والرجلين بيطولوا، بيبقى الايدين والرجلين هم الاطراف اول حاجة، فتيجي تمسك المية تقع، تيجي تمسك الكوباية تقع تتكسر، يا خرابة ده انت ما في حاجة في ايدك بتفزع، ده انت على طول مكسرة الدنيا، بتشوط دايما دايما صابع رجلها الصغير متعور. ليه؟ ما هو مش محددة مخها لسه مش جايب المسافات لحد 18 بقى، وبعد كده الدنيا بتثبت فبتبقى فاهمة مخها قايس المسافات، فتتخبط هنا تتخبط هنا، واحنا نلوم عليها، احنا مش فاهمين خصائص المرحلة. بنت بتنام فوق الثمان ساعات والتسع ساعات، لو ما فيش حاجة طبية صحيح بعمل شيك اب لازم كل ست شهور، فيتامين د عامل ازاي؟ فيتامين د سال ده سحر، نقص فيتامين د عند اولادنا كسني ولسه هقوم ما اروح الصاله واجي مش قادر وما هيش قادره، وتحس انها عايزه تنام وتصحى وتنام وتصحى وما عندهاش غير كده، نقص فيتامين. شوف دايما فين الفيتامين وضعه ايه معاه، وتاخده باكل ولا بحبوب ولا الجرعه الاسبوعيه، لازم تشوفي الكلام ده. الحديد ونقص الحديد ممكن يكون مش واضح فيها في الامر، لكن مثلا الحيض عندها مثلا يجي مرتين في اليوم، ما برضو ده فقد للحديد، لازم اتابع الكلام ده. لا ما فيش حاجه صحيه وبنتي ذات نفسيه، طب ايه اللي ايه شغفها؟ ايه اللي بيخليها هي تقول؟ لازم الكلام. لكن اعرف خصائص المرحله النوم طبيعي، هي هم بيكبروا، يقول لك زمان زمان جدتي سيبيه نايم ده بيكبر، ده بيكبر هو نايم. خصائص المرحلة في الفترة دي النوم الكتير، جسمها لسه من كتر التغيرات الفسيولوجية في جسمها، ودي موضوع النمو اللي خاص بالجهاز اللي في حاجة حصلت؟ الشمس مش شايفين أو مقف عندي أيوة تمام. فأنا لازم أفهم خصائص المرحلة عشان أعرف أتعامل معاها. ده أنت عيلة كسولة وهي طبيعتها، طب أنت بتهنيني بحاجة أنا يعني مش بإيدي، فلازم افهم خصائص المرحله دي عامله ازاي، طريقه التعامل. امتى اقول ممنوع؟ وخدوا بقى ديت وخلاصه الكلام، ممنوع في فتره المراهقه بتبتدي من 11 سنه، انا بقول لك ان انا اقول اوامر للبنت، تعملي كذا ولا كذا، طب تحبي توزعي ولا اقوم انا اوزع اوبشنات، خليكي ناصحه، لكن اعملي وساوي وكذا لا. ولا دي عنوان المرحله، تمرد على نفسها على ذاتها على قرارات البيت على الاب على الام على المدرسين على المدرسه على البيئه على الدنيا. طب الحل اديها هدف وقيمه تعيش عشان، خليها تتبنى اي قد. عندنا دلوقتي قضيه حرق الغابات، تتبنى عندك اي مجموعه في كل شهير وفي كل ولايه في كل بلديه في زرع الاشجار، ازرع شجره 4 ليره ما اعرفش بايه، يلا 4 ليره ولا 40 ليره يلا 10 شجرات، وانت تتولي وتبقي معاهم وتشوفي زراعتهم وتشوفي كذا. خليها تتبنى قضيه، موضوع اللي مش فاكره كان اسمه ايه الحيوان اللي ظهر في البوسفور، بيقول لك بقى له اكتر من 20 سنه ما ظهرش والناس في الكورونا ظهر، فبيعملوا محميات دلوقتي، خليها تبحث ويلا نروح البرمائيات ويلا مش عارفه نعمل ايه، خلي في قضيه الاسلام واهانه الدين، ازاي يقولوا على ربنا كده؟ خلي القضايا اللي لسه ما تمسهاش كحجاب، عشان هتكلم عن الحجاب بصفه منفصله. ربنا وان ما فيش، ازاي ما فيش ربنا؟ خليها تتبنى. ادي دليل وجود ربنا وتناقش، ترجمي، بتعرفي ترجي يلا ترجمي، بتعرفي ما اعرفش انجليزي يلا ترجمي. خليها تتبنى قضيه، خلي الجيل اللي طالع من 11 سنه ده قضيه، تعالى ما نكلمك من 12 سنه فاتوا. تعالى من 12 سنه فاتوا شوفوا الشباب اللي هم دلوقتي شباب كان ايه قضيتهم؟ الحريه وعايش حاجه، ممكن ما يكونش له مرجعيه اسلاميه، ممكن ما يكونش له هويه، لكن حريه، قيمه العدل، قيمه المساواه، قيمه حياه متساويه للجميع، تبناها.
لا بدون ايديولوجيه ولا بدون جماعه ما اعرفش بتعمل ولا بدون حزب سياسي. خليه يتبنى قضيه. لكن اوامر صعب جدا. ما بتسمعش، فاعمل ايه؟ اوبشنات، ده ولا ده ولا ده؟ طب الام الذكيه اللي تدي اختيارات في المتاح بتاعها، بتاع اسرتها. ده او ده او ده، طب لا انا مش عايزه دول، انا عايزه حاجه رابعه. طيب ممكن نعمل مثلا في خلال 3 شهور بحيث ان احنا يبقى الشهر ده حوشنا كذا، الشهر الجاي كذا، وتعيش معاه كده. لكن سايباهم كده وعايشين مع موبايلاتهم وعايشين مع الافكار السوداويه اللي بتجي لهم دلوقتي، ده في ايه؟ ده عندك مثلا جيل الاندر ايدج 12 و11 و12 و13 دول. الاندر ايدج، تقطيع الايدين، الايمو والبتاع الاسود والكحل الاسود واللبس الاسود، واحنا ضد كل حاجه ما اعرفش ايه. مش شرط اللبس الاسود، ما بصدش على سمت، لا لا لا، التيشيرت، البنطلون اللي مش عارفه ايه، التوكه ذات نفسها والكحل والبتاع الشفايف والضوافر المونوكير الاسود، وتقطيع، قطع من جسمك، قطع من جسم من راي البنت من فوق، بتحط في الاماكن اللي ما بتتشافش مثلا، الا اذا اختها بقى شافتها وفتنت عليها وراحت قالت لامها. لازم ننتبه. ايه هو كده؟ التمرد، اي حاجه تزعلك قطعي، اي حاجه. لا 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 لا، انت فين؟ والام مش عارفه، والبنت وصل مرحله لدرجه انها ليدر لمجموعه مش عارفه فين، في اسبانيا وفين، في بره بلدها اصلا. الام ما تعرفش حاجه عن القصه دي، فده امر صعب. ما سيبهمش، ويبقى عندي متابعه اسبوعيه وعندي فيدباك شهري، معايير الانجاز ايه؟ بجيب ورقه وقلم واكتب انا محتاجه من بنتي كذا، هحققه ازاي؟ هل علمتها الاعتماد على النفس؟ هل سابتها تتكلم؟ يوم لما تسيبي اتكلمي، غلط صح اتكلمي، ما تكلمش عليه جمرك، تمام؟ بس انا ليا الحق والحريه ان انا اقبل ده وما اقبلش ده، والفكره دي بقبلها ليه؟ بصوا بقى، بصوا الـ 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 يعني النصيحه، لو في اكتر من الزبرجد والاخضر والالماس اقوله. ايه السبب؟ بس خلصت التربيه. ليه ولا ليه؟ لازم اسبب. عايزين حيوان اليف، تمام، البيت مناسب للحيوان الاليف. طيب القطه مناسبه من الطوفي. طب الكلب لا طيب بره البيت، طب ماشي نقعد بقى في ان شاء الله في مكان يبقى له بهشه وبتاع ومتجاب بهشه. طب هنسيب الكلب بره كده ولا نعمل له بيت؟ طب حرام، طب ما هيخش البيت. طب نقنع بعض. موضوع بنتي تنزل كاتبين تنزل بنتي من غير مكياج، وجايبه لك بقى فتوى من مش عارفه، مش عايزه اقول مش عايزه اقول لك اللي جرى للمشايخ. فتوى تنزل بكامل زينتها. يا بنتي لا ولا يبدينا زينه، تعالي في البيت. ايه اللي يعالج ده؟ ما اقولهاش لا، لكن اجيب لها ايه؟ بديل. ما اقفليش التليفون، لكن في بديل. بديل المكياج، يوم دلع البنات. يوم دلع البنات ده ما ينفعش بيت فيه بنت ما بيتعملش. يوم في الشهر بجيب الاخت فلانه والاخت فلانه. عندك بنتك كام سنه؟ تمام 3. وانت كام سنه؟ طب تعالى ايه رايكم، انا هعمل لبناتي كذا، وانا هاتوا الموبايلات وانتوا داخلين يا حبايب، هاتوا سلموا لنا الموبايلات ونحط ونعمل. يوم نعمل بقى البيتزا، نعمل السينابون ويتحرق ما شاء الله، هنعمل كذا، خلاص عجلنا، يلا بقى نعمل سكربات والوشوش ومش عارفه الدنيا ازاي، وهنعمل كل القصص العظيمه دي. عملنا يوم ده والاكسسوارات، وان شاء الله ننزل، يبقى ميزانيه 50 ليره اهو. عندنا مثلا في ميدان سينيور تب 7 ليره، اي اكسسوار غلي دلوقتي بقى ب 10 و15. شوفوا هنا الميدان، عندكم البازار اللي بنجيه، عندكم بازار بتاع بشاك بيقول لك بتاع يوم الخميس ده، تحفه جدا. روحوا انزلوا هاتوا البنا 50 ليره كل شهر مش هتخص، بس بحيث ان انا اكسسوارات، سكرابات، ملمع ما اعرفش ايه، تحديد ايه عايزه بتاع الرموش ومال، ولا مش جوه البيت عايزه بتاع النزل بتاع الضوافر حلو وماله، يلا هي خرب الدنيا يلا ها. واعمل يوم دلع البنات بس اللي انت عايزاه، واعملي اللي انت، حطي الرموش وحطي الضفيره اللبني وهاتي اللون الاحمر الفسفوري واعملوا اي حاجه. اشبعي عندها ده. انا بنت، انا واحده ست، هي ست انثى، هي مش شايفه الانوثه دي، مش شايفه الانوثه دي لان انا ما علمتهاش. يوم دلع البنات مرة على الأقل كل شهرين، بس بشرط أجيب أجرب أنا وبناتي الأول، لو عندي مجموعة من البنات، عندي 3 بنات، أجرب أنت وبناتك الأول، ما كده نجيب اللي بره بشرط أجيب البيت اللي نفس الأهداف بتاعتي، ما أجيبش واحدة تخرب بنتي، ما أسيبش بنت مش عارفة فين ومدخلاها فين، ده صاحبي وبعدين ده صاحبه، فهنخرج فانت تعالي عشان صاحبه يمشي معاكي، انا مش هتعملي حاجه بس عشان صاحبه ما يقفلش عليا انا والواد البوي فريند بتاعي.
ولا السفجلي اللي بيسموه دلوقتي. ماشي، فين رايحين المول انا وصاحبتي وهي فين مع سفجلي بيقابلها؟ كارثه كارثه. لازم ابقى فاهمه الكلام ده يشبع عندها. انا اهو هو لازم اللي يشوفك اموره ولا يشوفك كذا يكون راجل بشنب يعني؟ ما احنا اهو الحريم في بعض شايفين بعض وحلو وجميل وخدوا كذا. يا ست اعملي يلا، ممكن تعملي جروب انت وامه بس برضه مفيش ابس امن والله، وتنزليه او مثلا انستا خاص، بس مفيش حاجه امنه دلوقتي يعني. انا نفسي اشوف حاجه امنه، مفيش ولا ابس من الابلكيشنات اللي موجوده. بيننا وبين بعضينا تمام اهو، بس امانه الحاجه ما تطلع. وبيننا وبين ناس بيوت وفكر، انا عارفه ان هو شبه فكرنا مش هينشر حاجه حرام او كذا، لكن اطلب وانا عايزه بدون زي العصفور اللي قلت لكم عليه واقف على الشجر. نفسي، ما هو بالتمني مفيش ولا قرار، لازم يتبعه عمل، والعمل لازم يكون بآليات صحيحه، وان انا افهم خطوات المرحله. شو انا بعد لكم تاني اهو، وبعد ما اعمل خطوات المرحله اجيب اللي ما يناسب، ما اقولش لا، ولو قلت لا او اقول سببه ايه، ولو قلت اه اقول اه ليه، وبعد كده ادي اوبشنات، وبعد كده اشبع البديل. خلصت التربيه، خلصت التربيه. بحبك الحب الغير مشروط. الجمل بقى اللي لازم تتحفظ رقم 2، ما في حد في الكون هيحبك قد امك. امك الوحيده اللي في الدنيا اللي عايزاكي احسن منها وتشوفك فوق عينيها، امك.